في إطار شراكة بين الديوان الوطني للأرصاد الجوية ومركز البحث الميكانيكي في قسنطينة، تم إطلاق مشاريع مختلفة في مجال تطوير البحث العلمي تهدف لاستغلال الأمثل للكوادر الجزائرية. وهذا من أجل التطوير مختلف البرمجيات مختلف يعني اللي يمكن استعمالها في ميدان الأرصاد الجوية، وأيضا تطوير بعض النماذج يعني تجهيزات اللي يمكن استعمالها أيضا في مجال الأرصاد الجوية. بهدف تقليل الاستيراد وتكاليفه، أجهزة قياس كمية تساقط الأمطار وتحديد نسبة الرطوبة في الجو صمم وصنع محليا لأول مرة. استورد لحد الآن بقيمة بالعملة الصعبة وبقيمة كبيرة، وإحنا استطعنا أننا نصمم ونعمل هذا المقياس بالمقاييس العالمية أو المقاييس المعتمدة. أول جهاز يعني قياس في الأرصاد الجوية يصنع بالجزائر. هناك تطوير يتم على المستوى الميكانيكي وعلى المستوى الإلكتروني. على المستوى الميكانيكي كما ترون تم تطوير بعض المجسات الخاصة بكمية الأمطار، وهذا دائما في برنامج الشراكة، وتم تطوير مسجلات رئيسية للمعطيات من الجانب الإلكتروني. الماريغراف جهاز آخر يساعد على الاحتراز من أخطار الفيضانات. كان صعيب باش تقرا مستوى الماء مستوى البحر. حنا واش درنا، خرجنا هذه المسطره هذه لا راجل، خرجناها على الرصيف كما كنتوا تشوفوا هنايا، وانا من بعد كي يطلع مستوى الماء ولا مستوى البحر نشوفوا هنايا اللي يكون على الرصيف يقدر يشوف لي فليكتواسيون، يعني كيفاش يتبدل مستوى البحر ولا مستوى الماء. بهذا الجهاز كيكون عندنا القياسات وكيكون عندنا جهاز كما هذا نقدروا نتنبؤوا الفيضانات ونقدروا ثاني نزيدوا من المجابهة. تعزيزا لآليات مواجهة المخاطر والكوارث الناجمة عن سوء أحوال الطقس، تنحو مصالح الأرصاد الجوية إلى عصرنة أجهزتها والتعويل على المحلية منها.